أولدي بقى تسول فيا، راك انت اللي عندي. الوالدة راه ما مساليش. واش أوليدي ما عندكش الوقت حتى تطلع عليا مره في الشهر؟ واش هي دوزة الحياه وانت تبقى مقابلها؟ الوالدة راه عندي الخدمه بزاف وانا بغيت نبني مستقبلي. واخا ولدي ربي يكمل عليك وين الشحك. شوف جبت 50 درهم ملوحة عليها، راه مازال عندك ما يدار. انا ولدي ما خاصني فلوس، بغيتي اللي يدق بابي ويسول فيا. وليني لصقة هادي، جبت 50 درهم وعطاها ليا وسير. واش باش اللي يسول فيك؟ اه ولدي سيري سلفي الفلوس عند الناس وغادي يجيو يدقوا بابك ويسولوا فيك. حرام